واحد عامل اكسل شيت ويقول لك يلا لله، هو اصلا عامله والسيتنج اللي عليه اصلا غلط، المعادله اتعملها بطريقه خاطئه. فانا كيف اكتشفت انه غلط؟ لمعرفتي من حساب المانيوال. لو انا مش حاسب مانيوال انا الاكسل شيت بتحكم في رقبتي. اوكي؟ هذا الاكسل شيت يستخدم بعد 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 انه انت تكون محترف بالمانيوال. اوكي؟ الان فلاحظ معي تقدروا انه انتم تحطوا فاري انفرس وشوفوا السبب كيف بيطلع معكم؟ غيروا لي فاري انفرس بس مش عن طريق السيتنج، بدي اياك تغير عن طريق الديسبلاي تبع الريلي، عن طريق الديسبلاي حتى ما نبعث السيتنج كله مره واحده. ايش؟ ايش كمان؟ انا فاكر كانت على المزرعه السعيده. اوكي؟ الان من خلال